السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور محمد بدر حسن، أخصائي الأشعة. أرحب بكم، وهذه أول محاضرة لراديولوجيكال أناتومي بعد ما أنهيتوا أنتوا الأبر لمب بول أناتومي. راح نحاول أنه نعطي مقدمة ونشوفكم براكتيكالي شنو أهمية الأشياء اللي درستوها بالتشريح بحياة الطبيب وبالتشخيص، وشون راح تستفادون من اللي تعلمتوه بالتشريح في الحياة العملية والسريرية. أتمنى ما تكون محاضرة ثقيلة عليكم. أول شيء إحنا نحتاج نعرف إنه شنو الإكس راي. الإكس راي هي عبارة عن أشعة radiant energy similar in many way to visible light. الاختلاف مالتها انه هي very short wavelength، لذلك احنا we cannot يعني notice it، we cannot see it، it is not a visible light. And it can penetrate many substances that are opaque to the visible light. It absorbs in body parts according to its content. يعني اذا كانت الكونتنت هذه الاتوميك نمبر مالتها عالي، it will absorb X-ray، فراح تكون بالنهاية تكون بيضاء على الأشعة، نعتبرها إحنا معتمة. وإذا كانت penetrating this part of the body فهي راح تكون سوداء على الأشعة. البون يعتبر fed material بهواية minerals، ولذلك راح يسبب هذا absorption للX-ray، وهذا الابزوربشن للاكس راي راح ينعكس على انه يظهر البون as a white on the x-ray film. واكيد كلكم شايفين الاشعات يظهر بها العظم فتشي ابيض، ولذلك لما يكون اكو عندنا كسر في مكان ما نلاحظه بوضوح، وهذه هي اهميه الاكس راي. الاكس راي لذلك راح طبعا منو اكتشف الاكس راي؟ اكتشفها روينتجن، سير روينتجن عام 1895، ومن ذاك اليوم هذه أول صورة ليد زوجته، لحد الآن هي نفس الأشعة تستخدم، اللي هو اكتشفها بالصدفة لما كان دا يشتغل على بعض الأبحاث بالكاثودز، وشاف أنه لما يقرب فد فلوريسنت من عنده كانت تنطي فد إضاءة، فطبعا هو ذكي جاب إيد زوجته وخلاها ما خلى إيده، وشاف أنه هو قدر يشوف البونز، وقدر انه هذه الاكس راي اللي هي نوت فيزيبل اللي اعتبرها فد شيء هو غير معلوم، ولذلك انطاها اسم اكس، والاكس طبعا تدرون مثل شلون احنا نقول سين، تعتبر اشعه مجهوله بالنسبه لهم في ذلك الوقت، فسماها الاكس راي، ولا زالت تطلق هذه التسميه اكس راي او الاشعه السينيه بالعربي. من 1895 لحد الان احنا نستخدم نفس الطريقه. ليش تطلع الأشياء على شكل أسود ورمادي وأبيض؟ اعتماداً على الـ content of the body parts، والبون راح تشوفون أنه هو يظهر في هذه المنطقة يعني لون تقريباً أبيض، والميتاليك ماتيريال تطلع لون أبيض كلش، وبقية السوفت تشو تطلع رمادي، والأير يكون بلاك لأنه ما يصير بي absorption بالإكس راي. فتشوفون هنا مثلاً البون أبيض، وهذا فد ميتاليك ماتيريال تطلع كلش وايت أكثر من البون، والفات اللي موجود هنا surrounding the liver or surrounding the kidney يطلع رمادي أكثر، بينما soft tissue تطلع يعني أقل بياضا من البون، والغاز يطلع أسود. هنا أيضا نفس الشيء تقدرون تطبقون نفس هذه القاعدة. اليوم موضوعنا أنه إحنا شون نشوف الـ upper limb بالإكس راي. الـ upper limb طبعا يتكون من الشولدر، والشولدر يتكون من الكلافيكل and the سكابيلا، وأيضا يتكون من الارم اللي هي الهيومرس، والفور ارم اللي هي الالنا and radius، والهاند اللي راح ناخذ يعني البونز مالتها بالتفصيل. فنبدي بالبداية بالسكابيلا. السكابيلا مثل ما تعلمتوا هي عبارة عن flat triangular bone. Have three process. The process اللي تكون more lateral اللي هي الجلينويد process
اللي هي الكافيتي in which communicate with the humerus and the shoulder joint. والسباين اللي هي located posteriorly and it communicate by its end with the clavicle through the acromial process. والcoracoid process which project anteriorly from the upper border of the neck of the scapula. إذن أنا مجرد أشوف هيك صورة أعرف إنه هذا الانتيريور بارت لأنه ماكو سباينس بروسيس وبما إنه هي انتيريور بارت إذن هذا الكوراكويد بروسيس تمام وهذا البارت هو نهاية السباينس بروسيس اللي يعني ماذا أشوفه هذا هو الارتكيليشن بين الأكروميوم والكلافيكل إذن هذا هو الجلينويد فوسة وهذا هو الهيومرس هذه الفوسة الكبيرة يسموها سابسكابيلر فوسة اللي راح تكون بها المصل أو العضلة اللي نسميها سابسكابيلارس مستقبلاً راح تأخذون هذه العضلات طيب إذا أشوف هيك منظر أعرف أنه أنا دا أنظر إلى البوستيريور بارت أوف ذا سكابيلا ما طول أنا دا أشوف السباينس بروسيس فأني راح معناها دا أنظر إلى الجزء الخلفي من السكابيلا هذا هو السباينس بروسيس هذا هو الأكروميان بروسيس اللي هو المكان اللي يرتبط مع الكلافيكل الكلافيكل اللي هو عظم التربوة هذا هو الجلينويد بروسيس إذا كل شيء جوا السباينس بروسيس يسموه انفرا وانفرا تعني أسفل انفرا سباينيتس وكل شيء فوق السباينس بروسيس هو السوبرا سباينيتس وهذا السوبرا سباينس فوسة إذا هذه الانفرا سباينس هذه السوبرا سباينس فوسة وهذه الجلينويد فوسة اللي هي المكان أو الحفرة اللي يرتبط بها الهيومرال هيد هذا بالكروس سكشن راح تشوف إنه هنا الجلينويد وهذا هو الأكروميان والكلافيكل أكروميو كلافيكولار جوين وهذه مصلز راح تأخذوها مستقبلا طيب الكلافيكل اللي هو يسموه الكولار بون هو البون الوحيد اللي connecting the pectoral girdle to the axial skeleton. It is the only long bone that lie horizontally. هو العظم الوحيد اللي يكون horizontal in the human skeleton. The clavicle is roughly S-shaped, communicated with the sternum by the sternoclavicular bone and laterally with the acromion by the acromioclavicular أو اللي يسموه AC joint. خلينا نشوف بالأشعة شلون يبين هذا الحكي كله. الآن أنا عندي هذا عظم transversely lying إذن هذا منه منطقياً هذا الكلافيكل تمام والكلافيكل بما أنه transversely lying راح يكون ب medial part هذا يتحد مع الاسترنم عظم القص وراح يكون ب lateral part يتحد مع الشولدر قلنا بيا مكان ويا الأكروميان اللي هو نهاية الاسباينس بروسيس تمام هذا هو السكابيلا وهذا اذا هذا البروسيس الصغير اللي هنا هو كوراكويد بروسيس وهذا الجوينت هو الاكروميو كلافيكولار جوينت واذا تلاحظ الاكروميو كلافيكولار جوينت انه الكلافيكل اتاتش تو ذا اند اوف ذا سباينس بروسيس اللي يسمون نهايتها الاكروميوم هذا منه Very good. هذا هو الكوراكويد بروسيس وهذا منه هذا هو السباينس بروسيس لاحظ انت بالاشعه انت كل ما هنالك بدك تشوف البون وتشوف ارتباطات العظام مع بعضها من دون ما تشوف السوفت تشو بوضوح او الليجمنتس اللي تربطها والسبب ان البون يطلع دنس والسوفت تشو مثل ما تشوف العضلات هنا تشوفها انت لكن مو بوضوح البونز فهنا إذا صار عندنا أي dislocation أو fracture بأي بون راح إحنا نقدر نشوفه بسهولة لأنه راح يختلف مكان مثلاً الشولدر أو مكان الهيومرس أو مكان الكلافيكل عن مكان الطبيعي يقولون الطبيب الزين هو اللي حافظ بدماغه كل شيء normal ولما يشوف أي شيء abnormal يعرف إنه هذا الشيء مو هو الشيء الطبيعي اللي باله فلذلك انت لازم تحفظ انه الكلافيكل اتاتش تو ذا اكروميوم ولازم تعرف انه الهيومرال هيد اتاتش تو ذا جلينويد فوسه
هسه من تجيك هيك صوره وانت في دماغك موجود انه الكلافيكل لازم يكون in contact او communicating with the acromion, ويجيك شخص ويشوفك هيك صوره ويشوفك انه هذا الترانسفيرسلي لاينج بون اللي هو الكلافيكل معناها is not attached to the acromion end, معناها صار dislocation. والdislocation احنا نسميه بالعربي انه ينفصخ هذا المكان او هذا الجوينت عن مكانه. ناو انت بسهوله بمجرد ما عرفت الاناتومي قدرت تعرف الباثولوجي, وهذه هي اهميه الاناتومي. Without anatomy you will not be able to detect any pathological process later on. نجي على الهيومرس والجمع مالتها هيوميراي. Is a tubular bone of arm that articulates proximally with the shoulder, مثل ما قلنا, at the glenoid fossa of the scapula. It begins as a rounded head joined to the greater and lesser tubercle via anatomical neck. وأكيد بالتشريح حكولكم إنه أكو بالهيومرس two neck. الأولى هي الأناتوميكال اللي هي تعطينا حقيقة الهيد اللي هي تربط بين الهيد والتوبركلز, والسيرجيكال نيك اللي هي التخصر اللي موجود أسفل هذا المكان وهو أكثر مكان يصير به فراكتشر, ومن هذا لهذا السبب سموها سيرجيكال نيك. وسيرجيكال تعني جراحي لأنه هذا المكان هو اللي يصير به الكسر ويحتاج إلى الجراح. إذن هذا هو الراوندد بارت هو الهيد, وهذا المكان اللي يربط بينه وقريب من التوبركلز الجريتر اند ليزر توبركل هو الاناتوميكال نيك. اذا هذا المكان المتخصر اللي هو السيرجيكال نيك, وهو الكومنست سايت اوف فراكتشر ات ذس اريا. هنا شلون نشوف الهيومرس؟ لازم أول شيء أشوف إنه الهيومرس قاعد في المكان المخصص إلى اللي هو الجلينويد بروسيس, وإنه هذا هو الأناتوميكال نيك, هذا الهيد, وهنا الأناتوميكال نيك واللي هي عادة ما تنكسر. هذا المكان هو السيرجيكال نيك اللي هو بداية التخصر اللي بين الهيد والشفت of the humerus. الآن تقدر تعرف وين الابنورماليتي. Can you assess the level of fracture؟ إذا واحد يسألك is it in the surgical or in the anatomical neck؟ طبعا انتو كلكم راح تقدرون بسهولة تعرفون انه الفراكتشر مثل ما قلنا بهالمكان راح يكون commonest in the surgical neck not the anatomical neck. وانت الآن بسهولة تقدر تحدد انه هذا هو مكان الاناتوميكال نيك والفراكتشر هو في نقطة السيرجيكال نيك. الفراكتشر معناه كسر. الآن إذا ترجع هذا البون شنو؟ ترانسفيرس لاينج بون ويتحد بالسترنم وبالأكروميان, إذن هذا الكلافيكل, وهذه البروسيس هي الكوركويد بروسيس, وهذا المكان هو السباينس بروسيس of the scapula. Dislocation of the humerus يعني أنه تلقى الهيد of the humerus is not in congruity or not in contact or not articulating with the scapula. فتشوفون هنا هو ماخذ مكان أسفل منها, وطبعا أكو two type anterior and posterior. مو مهم هسه تعرف أنه هذا anterior لو posterior, لكن مهم أنه أنت تعرف الأناتومي أنه الهيد لازم يكون in articulating with the glenoid. فلما تشوف الهيد is not articulating with the glenoid فهذا معناه انه صار dislocation, ولما نشوف any discontinuity of the bone هذا معناه صار fracture, واصبحت انت من الاناتومي تعرف انه fracture is at the level of the surgical neck. اذا نرجع مره الاخر راجع, هذه الاسكابيلا, هذه الكلافيكل, هذا الاكروميوكلافيكولار joint. The shaft of the humerus have cylindrical shape. The condyle of the humerus articulate with the radius and ulna at its distal end. Distal يعني الطرف البعيد. It is composed of trochlea, capitulum,
the medial and lateral epicondyle. يجي واحد يقول أنا أعرف إنه أكل medial وأكل lateral epicondyle، لكن شلون أعرف إنه هذه هي الميديال؟ لو هذه هي الميديال، مو دائما أنت تقدر تميز، لكن أنت أخذ هذه الثلاث معلومات وخليها ببالك. الميديال epicondyle is the more prominent. إذا تشوف مكان prominent ومكان less prominent، فأعرف إنه المكان اللي prominent هو الميديال epicondyle، إذن هذا هو lateral side، تمام؟ الميديال part of the trochlea is more prominent than the lateral part. هذه التروكليا بها medial part يكون prominent وبها lateral part يكون less prominent. The olecranon fossa اللي هي هذا المكان on the posterior surface is deeper than the radial and coronoid fossa on the anterior surface. هذا المكان مثل ما تشوفون وإذا شايفين أكيد للتشريح راح تشوفوا هو عبارة عن حفرة، هذا يسموه الأوليكرونون فوسا. هسه من خلال هذه الأشعة ببساطة أقول لك وين الميديال وين اللاترال، تقول لي وين المكان البروميننت، هذا المكان البروميننت، إذن هذا هو الميديال إبيكوندايل، إذن هذا هو اللاترال إبيكوندايل، وهذا أيضا رقم سبعة هو الميديال بارت أوف ذا تروكليا اللي هي articulating with the ulna. والآن لما يجيكم هيك فراكتشر أو displaced فراكتشر راح أقول لك هذا involving the medial or the lateral، أنت بسهولة راح تيجي تقول لي هذا هو the most prominent part، إذا هذا displacement or the fracture of the medial epicondyle. Very good. وليش يصير هيك فراكتشر؟ Due to muscle avulsion، المصل تسحب بقوة هذا المكان، لأن هذا هو مكان of attachment of the muscles، فالمصل راح تسحب هذه النقطة والسبب إنه هيجي فراكتشر اللي شفنا إحنا بهذا المكان. The bones of forearm وصلنا إن the two bones the radius located laterally in the supinated anatomical position اللي تعلمتوها بأول محاضرات. It has a smaller proximal end and enlarged to larger distal end. إذن هي تكون بالأبر بارت rounded وسمولر هيد، وكل ما نزلنا إلى الأسفل هي تبدي تكبر. لذلك العظم اللي واقع laterally اللي هو الراديال بون يكون في الأعلى صغير وفي الأسفل يبدأ يكبر، عكس تماما الألنا تكون في الأعلى كبيرة وفي الأسفل تبدي تصغر. البروكسيمال راديوس comprise the radial head and immediately distally to it there is a radial neck and radial tuberosity. The radial shaft is thicker than the ulna and become thicker distally. مثل ما قلنا كل ما ننزل distally كل ما نبتعد إلى الأسفل راح نشوف إنه الراديوس يكبر والألنا تصغر. أيضا واحدة من مميزات الراديوس وهذه يحفظوها إنه يكون مثلث الشكل. ليش يفيدنا هذا الشيء؟ في الكروس سكشنال ستدي حتى أعرف منو الألنا ومنو الراديوس، العظم المثلث بالمقطع العرضي راح يكون هو الراديوس. الألنا عكس الراديوس تماما located medially larger in the proximal end and taper and become smaller in distal end. مثل ما قلنا opposite معاكس للراديوس تماما. Prominent feature of ulna include proximal olecranon، وهاي الأسماء شوية صعبة مال الألنا أتمنى تحفظوها، الأوليكرانون والتروكليار نوتش والكورونويد بروسيس والراديال نوتش اللي علموكم إياها كلها أكيد قسم التشريح. الشافت of ulnar tuberosity والديستال هيد ستايلويد بروسيس هذه كلها ديستالي. إذا نجي نشوف هذا المكان اللي يشبه الإسبانة، هذا هو البروكسيمال إند الأوليكرانون بروسيس رقم 6، وهذه رقم 11 اللي هي التروكليار نوتش، ورقم 3 اللي هي الكورونويد بروسيس. المهم هذا البروسيسز والفوساي اللي موجوده هنا، طبعا انتم بمرور الوقت راح تكون سهله عليكم حتى اذا كانت في بدايه الامر صعبه، لكن انا اللي يهمني الان لما اشوف هيجي اكس راي واقول يا هو الراديوس ويا هو الالنا، اجي اقول العظم اللي يبدا صغير ويكبر هو الراديوس،
والعظم اللي يبدأ كبير ثم يصغر ديستالي هو الألنا. إذا منطقيا هذا الراديوس وهذا الراديال هيد اللي حكينا عنه وهذا الراديال نيك وهذا التيوبروستي أو التيوبركل. ولما ننزل إلى الأسفل راح نشوف أنه هو يكبر. إذا هذا العظم هو الألنا لأنه واقع ميديالي وأيضا لأنه هو يصغر تيبرد كل ما ننزل إلى الأسفل. لاحظ أنه أنا هنا مدى أقدر أشوف أن العظم مثلث لأنه بس بالكروس سكشنال يبين شكله مثلث. وحتى باللاترال فيو أنا أقدر أعرف أنه هذا ألنا وهذا راديوس من خلال شكله وحجمه. هذا العظم كبير إذن هو ألنا وهذا العظم أصغر هنا إذن هو راديوس والعكس تماما يصير بالأسفل. هسه من أجي أسألكم هذه رقم 3 ميديال أو لاترال مفروض ترجع تتذكر لي أن الميديال is more prominent الميديال epicondyle وأيضا الميديال سايد هو السايد مال الألنا وهذه الألنا واللاترال سايد هو السايد مال الراديوس وهذه هي الراديوس تمام. هسه لما تجيك هيجي بون وصاير بي displacement or fracture يقول لك which bone is fractured راح تجي تشوف انه هذا العظم من الاعلى كبير ومن الاسفل صغير اذا هذا هو الالنا بالاكس راي اذا البون اللي هو مكسور هو الالنا. which bone is dislocated يعني يا عظم طافر عن مكانه و not articulating at the elbow joint راح تشوف انه الراديوس هو الديسلوكيتد والالنا هي الفراكتشرد. remember that the radial shaft is thicker than the ulna and become thicker distally and the ulnar bone become thicker proximally. الآن خلينا نحاول ويا هذه واتمنى تحاولون انتم مع نفسكم ونسأل نفس السؤال which bone is fractured and which bone is dislocated from its articulation. أنا ما راح أجاوب وراح أترك لكم انتم الإجابة وأني متأكد أنه أنت راح تعرفون يا عظم or which bone is fractured هذا هو البون اللي fractured and which bone is dislocated خصوصا أنه إحنا دي نحكي عن الديستال بارت فشوفوا يا عظم أكبر ويا عظم يكون أصغر ديستالي راح تقدرون تعرفون هذا من البون وهذا منه. وصلنا إلى الكاربال بونز. الكاربال بون are the eight bones of the wrist that form the articulation of the forearm. They can be divided into two rows, scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, hamate, capitate, trapezoid, trapezium. يعني هي عبارة عن صفين، هذه عظام الرسغ، الثمن عظام، وهذه العظام طبعا أسماءها ممكن أنت بالبداية صعب تحفظها، احنا كنا قبل نحفظها نقول سلمى لازم تلعب بوكر تخسر تربح كلها هيج يعني أو أكو she looks too pretty try to catch her or she likes to play try to catch her. ناخذ أول حرف من كل كلمة حتى ما ننساهن طبعا مو حتى يعني هذه حتى نحفظ ترتيبهن. السكافويد هو boot shape زورقي ولذلك سموه scaphoid on the frontal view and it is located the most lateral at the first row. مباشرة بعده مثل الهلال ولذلك يسموه lunate يعني هو معناه انه crescent shape. والتريكويترم باللاتيني العفو معناه مثلث فtriangular shape هو التريكويترم. والبيزيفورم هي مثل حبة البازاليا فيسموها بيزي فورم فورم شكل وبي يعني مثل حبة البازاليا اللي عظمة صغيرة جدا. وترابزويد وترابيزيوم هي أشكال رباعية أو شبه منحرفة أشكال رباعية فور سايدد بونز ومن هذه من هذا الشيء اجت تسميتها كترابزويد. والكابيتيت هو هيد شيب أور لارج أند سنترال بون هو اللارجست بون هو الكابيتيت. والهامت اللي هو البون اللي containing oak. إذن حتى نحفظهن scaphoid, lunate, triquetrum, pisiform, trapezium, trapezoid, trapezium, capitate, hamate. She likes to play, try to catch hair.
إذا نيجي نشوف منو اللاترال، هذا اللاترال سايد، هذا الراديال سايد. أول عظم راح يكون هو الاسكافويد، هذا إذا الاسكافويد اللي بصفة L اليونيت اللي بصفة تريكويترام، هذا مثلث الشكل مثل ما تشوفون، وهذا اللي يشبه حبة البازاليا هو البيزيفورم. ونصعد للصف الثاني اللي هو أيضا أربعة، نيجي أيضا من اللاترال ترابيزيوم وترابزويد، وبعدين العظم الكبير اللي قلنا عليه هو الكابيتيت، وآخر شيء العظم اللي بيهوك يسموه هاميت. والآن لما أجي أشوف لاترالي وأشوف عظم يشبه الهلال أقول هذا هو شنو؟ هذا هو اللونيت. لما أشوف عظم يشبه الزورق أقول هذا هو الاسكافويد. لما أشوف عظم كبير أعرف أنه هذا هو الكابيتيت، ولما أشوف عظم صغير يشبه حبة البازاليا أعرف أنه هو البيزيفور. تمام؟ هذه بالإكس راي نفس القصة، هذا العظم الهلالي هو اليونيت، وهي اليونيت مباشرة فوقه هو الكابيتيت، وهذا هو الاسكافويد. الاسكافويد بون واحد من العظام اللي مرات يصير بي فراكتشرد، والنيوتريانت ارتري مالته يكون من الديستال الى البروكسيمال، ولذلك واحد من الاشياء المهمه اللي احنا مرات نهتم بها انه اذا صار بي فراكتشر انه ممكن بالديستال بارت راح يصير عندنا يعني ديث اور افاسكولار نيكروسيس، لان النيوتريانت ارتري انقطع عنه. ف يعني هذه من الاشياء اللي ممكن مستقبلا راح تاخذوها منين يجي النيوتريشن مال كل بون. المهم الميتاكاربال بونز، الميتاكاربال بون هاف 5 لونج بون اوف ذا هاند بتوين ذا كاربال بون اند ذا فالنجز. كل عظم يتكون من البيس اللي هو خلينا نقول الديستال البروكسيمال بارت اللي يكون عاده مسطح، والبون بودي اور شافت اللي هي form metacarpal form gentle concavity of the palm راحة اليد، والneck اللي هو subcapital region، والhead اللي هو rounded articular surface of the proximal pharynx. فالآن إذا تجي تشوف البيس، البيس اللي هو يكون more straight، والhead اللي هو يكون more rounded وarticulate with the pharynx، والneck اللي هو below هذا الneck below the head، والشافت اللي هو هذا ال concave part of the carpal bone metacarpal bone عفوا. فإذا هذا البيس، هذا البيس شوفوا يكون straight end، وهذا الهيد اللي يكون concave end أو convex، وهذا هو الشافت، وهذا المكان التخصر هو النيك. لما يجيني فراكتشر في مكان ما أنا الآن أقدر أعرف هذا الفراكتشر at the neck، هذا الفراكتشر at the head، هذا at the shaft، and هذا الفراكتشر at the base. ولما أشوف X-ray بسهولة أعرف أنه هذا الفراكتشر أنتوا قولوا عافية on the neck and this fracture okay in the shaft. Very good. الفالنجز اللي هي آخر موضوعنا، الفالنجز اللي هي single مالتها phalanx of the hand are tubular bone of the finger and the thumb، وتبدأ تسميتها من الفيرست إلى الفيفث من الثمب، يعني الثمب يعتبر الفيرست والسكند إلى الفيفث. وكل finger أكو many articulation، أكو الميتاكاربوفالنجيال اللي هو بين الميتاكاربال والفالنجز، وكل proximal interpharyngeal joint اللي هو بين ال proximal وال middle phalanges، وكل distal اللي هو between the middle and distal phalanges. عندنا فقط الثمب بي only single interpharyngeal، يعني ما بي proximal وdistal، هو بي only interpharyngeal joint. فهنا تجي تشوف كم سلامية، اكو ثلاثة، هذه ال proximal وال middle وال distal، لكن كم joint اكو هنا؟ اثنين، هذا البروكسيمال وهذا الديستال انترفلنجيال، لكن هذا الجوينت هو شو نسميه احنا؟ نسميه الميتاكاربو، هذا الميتاكاربال بون، ميتاكاربو فلنجيال، ميتاكاربو فلنجيال. ولما نجي نحسب نقول هذا يا بون، هذا الفيرست ميتاكاربو فلنجيال، هذا السكند
هذا الثيرد الفورث الفيرد. الآن أعتقد من السهل عليكم أن تعرفون أسماء العظام هذه. نبدي لاترال، وهذا أكيد لاترال لأن هذه راديوس. الراديوس هو يكون العظم الكبير اللي هو من جهة الثمب. أول صف سكافويد، وهذا اليونيت، وهذا تريكويترام، تمام. وتشوفون أكو عظم آخر صغير فوقه، هو هذا البيزيفور. مم أشري إحنا حتى ما تخربطون. هذا رقم 7 بهوك، إذن هذا هاميت. وهذا رقم 6 هو الكابيتيت الكبير مالتهم، وهذولي الترابيزيوم اند الترابيزيوم. هذا الزورقي هو اليونيت، وتشوفون هنا اليونيت طافر من مكانه معناها ديسلوكيتد. وهذا العظم اللي يشبه العفو، هذا اليونيت مو زورقي، اليونيت هو الهلالي. هذا هو العظم الزورقي اللي هو السكافويد، ترجمه سكافويد هي زورقي. وتشوفون هنا اكو فد فراكتشر لاين، والسكافويد بون نيوترينت ارتري از انترديستالي، ذاتس واي سم فراكتشر ذا افاسكولار نيكروسيس ويل بي بروكسيمال. يعني اذا صار فراكتشر مثل هذا، المكان اللي راح اخاف عليه هو هذا المكان البروكسيمال بارت. ديستال بارت يجي ارتري، لكن هنا انقطع الارتري بسبب هذا الفراكتشر. هذا السؤال الان اللي انا مخليه في نهايه المحاضره. Can you from the cross-sectional expect the level of this cross-section, and can you detect which bone is ulna and which bone is radius? حتى نتذكر أقول لكم الراديال بون هو العظم المثلث. إذا شفت عظم مثلث وعظم آخر بيضوي، فأعرف أن المثلث هو الراديوس والبيضوي هو منو الألنا. والألنا كل ما نصعد إلى الأعلى يكبر، والراديوس كل ما ننزل إلى الأسفل هو اللي يكبر. ولما نصعد ويصير عظم واحد، معنى أني صعدت للآر، معنى هذا هيومرس وهذا ألنا وهذا راديوس. مجرد أنت تسترجع المعلومات البسيطة اللي إحنا أخذناها والبرينسيبلز، راح تعرف أنه حكينا كان صحيح، وأنه هذا البون هو راديوس، لذلك هو شكله مثلث، وهذا البون هو الألنا. وريمبر ذات ذا فور آرم هاف تو بون، راديوس لوكيتد لاترالي، ات از يوجوالي تراينجولار اون كروس سكشن. اتمنى ما تكون المحاضره مزعجه، انا حاولت اخلي الاشياء اللي هي اوف كلينيكال امبورتنس بالنسبه للبونز. بالنسبه لطلاب اول مره يسمعون هذا الكلام، ممكن مستقبلا تكون هذه المحاضره سهله. أي سؤال أو شيء إحنا حاضرين. شكرا جزيلا.